السبيشيز الآخر هو جلوماستيك ميزانلي، وهو طفيل يعود إلى مملكة كينغزام البروتوزوا، وأيضا تم تصنيفه اعتمادا كلاسيفيكيشن على اللوكوموشن أورجانالز وهي عضيات الحركة إلى الفلاجيلات أوف دايجستيف تراكت، أي إلى الطفيليات الصوتية للجهاز الهضمي. يعتبر الشلوماستيك ميزانلي كمنصل، وأيضا يعتبر نون باثوجينيك، أي أنه من الصوتيات التي لا تسبب إمراضية للقناة المعوية انتستين تراكت. يعتبر أيضا لارج فلاجيلات هو أكبر صوتي فاوند وجد في الهيومن. الست إله هو لارج انتستين، وأيضا يعتبر ووتربورن باراسايت، هو طفيل ينتقل بالماء الملوث وبعدها راح تحت عملية الانفكتد الإصابة عن طريق الكونتيميتد التلوث للماء. بتروفوزويت أوف كلوماستيك ميزانلي يمر أيضا الطفيلي بـ 2 ستيجز، مرحلتين أو طورين. الطور الأول هو التروفوزويت. نلاحظ المورفولوجي لطور التروفوزويت يكون الشيب الشكل بير كومتري، وأيضا تمتلك سنجل نوكليوس و سمول كاريوزوم and three flagella that extend from the nucleus، إنها تحتوي على ثلاث أزواج من الأصوات. تكون هذه الأصوات anterior end of the parasite، أي تمتد من النواة في الطرف الأمامي للطفيلي. تمتلك أيضا oral groove بالأخدود الفمي، وأيضا تحتوي على السيتوزوم كان بيسين نير نوكليوس، نلاحظه قريب من النواة. وأيضا على جانبيها يوجد زوج من الفلامنتس، وتمتلك أيضا سيرال جروفز، يقع هذا الأخدود في الطرف الخلفي للطفيل. أما السيست ستيجز يكون الشيب إلى ليموني and have large single nucleus، وأيضا يحتوي large كاريوزوم مع وجود فلمنت، أي معنى وجود خيوط ملتوية. معيشتها الطبيعية تكون normally lives of the large intestine، موجودة في الأمعاء الغليظة، ويكون الأورغانيزم في تغذية الطفيلي على البكتيريا الفاوند in large intestine، موجودة في الأمعاء، وأيضا يتغذى على الديبرار الحطام أو البقايا المتواجدة في الأمعاء. وتحدث عملية الترانسميشن الانتقال عن طريق الفيغال أورال الحاوية على الطفيلي. وفي حالة وجود هذا النوع من الطفيليات يعني يكون مؤشر للكونتينميتد التلوث and poor elementary hygiene، أي سوء النظافة الغذائية. والحمد لله رب العالمين، تم اختبارنا لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم.